انا قدامي حل من الاثنين، يا اموت من الجوع يا اموت من المرض. مفيش شغل في الشارع خالص، والناس ما حدش حد بينزل عامه يعني. فكرت ان انا ابيع العربيه اساسا واشتغل اي حاجه تانية يعني. لا انا مش بخاف، لان انا لو ما نزلتش مش هلاقي، طب هنصرف منين؟ مفيش مصدر دخل. فطبعا العماله غير الرسميه دي ده قنبله موقوته. وبعدين لو جيت النهارده قلت لهم اقفوا ما تشتغلوش، يقفوا ازاي؟ ومين هياكلهم؟ او قلت لهم حتى روحوا اقعدوا في بيوتكم، وما ما عندهمش بيوت اساسا، هيقعدوا في انو بيوت؟ It's almost empty in many cities all over the world as coronavirus is wreaking havoc. But here in Egypt, it's another story. People are still crowding the streets, braving the pandemic. And the reason is the majority of the workforce doesn't have regular jobs. On top of them are taxi drivers. أنا اسمي حسنين حسين، شغال سواق تاكسي بالإضافة إلى شغلي في فندق سواق برضو. عندي 40 سنة ونزلت أشتغل وسيبها على الله. الحياة في وقت كورونا يعني مش عايز أقولك هي صعبة وفي نفس الوقت سهلة. الواحد بيتعامل سبحان يعني الحمد لله كده بالفطرة، وبيعمل على قد ما بيقدر وبيخلي باله وعامل احتياطاتي وجايب كمامة برضو لما بيكون حد معايا مثلا بيكح او بيحصل اي حاجه بلبسها. لكن طول النهار دي ان انا البسها دي صعبه بالنسبه لي، والمعقم ده اساسي برضو معايا بشتغل بيه، بس للاسف خلص اهو. بس زمن كورونا في بالنسبه للشغل اول 15 يوم كان الحياه واقفه تماما، يعني كنت ممكن مثلا اطلع مع يعني يا دوبك اجيب حق البنزين او ما اجيبهوش. تاني 15 يوم ابتدت الدنيا تتفتح شويه في الشغل، يعني بقينا نجيب اللي بيطلع على الله صدقيني ربنا بيرزقه. احسن ما اقعد في البيت وما يخشليش جنيه، لا لو طلعت ودخل لي 10 جنيه احسن، حتى لو ما فيش اي حاجه غير ال 10 جنيه احسن ما اقعد في البيت واحط ايدي على خدي. هعمل ايه؟ انا قدامي حل من الاثنين، يا اموت من الجوع يا اموت من المرض. المرض انا مش شايفه، بس هو واضح يعني انا ذات نفسه مش شايفه كقدامي، لكن انا عارف اللي بيحصل يعني. الجوع ده ملموس، من غير ما تاكل من غير ما تصرف من غير كده خلاص هتموت من الجوع، مفيش اي كلام. هنقول على الله وربنا هيستر ومحدش بيبات من غير عشاء ونعمه بالله وكل حاجه كويسه مفيش مشكله. بس لحد انت حسنين is among thousands of taxi drivers who have been suffering financially. Some of them have even thought about quitting their jobs and trying to find other sources of income. عماد ماهر جرجس، 37 سنة. أنا متجوز وعندي 4 أطفال. مفيش شغل في الشارع خالص، والناس ما حدش حد بينزل عامة يعني. الأول ممكن مثلا حوالي مثلا ممكن نعمل 5-6 رحل، 7 رحل. النهارده ممكن رحله او اتنين بكتير. يعني لو ما كانش في فلوس متشاله في البيت ما كنتش عارف اصرف. فكرت ان انا ابيع العربيه اساسا واشتغل اي حاجه تانية. معايا رخصه اولى، فممكن اشتغل اركب اتوبيس، اركب عربيه نقل تقيل، اركب اي حاجه يعني. يعني حتى يخف علينا التامينات، يخف علينا الضرايب. بجد كتير قوي، 5000 جنيه ضرايب في السنه، في ظل ان في عربيات ملاكي بتشتغل معانا. احنا بنكسب كام عشان ندفع 5000 جنيه في السنه يعني؟ ده غير ترخيص المرور، ده تامينات بس 5000 جنيه. It is not only taxi drivers who have been affected by the pandemic, but drivers with ride hailing apps like Uber and Careem were also hit. Uber announced this month that it had laid off 40% of its workers and stopped its Uber Eats service, while Careem has suspended its bus service. من سيد مصطفى من شركاء اوبر من 3 سنين تقريبا. احنا ما تاثرناش الا من ساعه كورونا، من
ساعة كورونا وما بقاش في شغل بنسبة تتعدى 60% من نسبة الشغل الأولاني. طبعا أثرت علينا كتير وعلى الدخل. الأول تقريبا كان حوالي من 10-12 رحلة، دلوقتي ما بيتجاوزوش 5-6 رحلات 7 رحلات لو هم كتير يعني. معدل الدخل قل جدا 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 بالنسبة لينا احنا ككباتن أوبر. اللي جاي يعتبر مصاريف بس، لأن أنا كان عليا التزامات كتير، عندي مصاريف مدارس، عندي مصاريف. أنا بشتغل أوبر عشان أزود دخلي، عشان أظبط حالي مع المدارس والدروس. سيادتك عارفة المدارس والدروس والحاجات دي كلها. إحنا بنتوكل على الله وهو ربنا اللي بيحفظنا بقى، إحنا بنعمل اللي علينا وربنا هو بقى اللي بيحمينا يعني. فبنضطر إن إحنا بقى نجازف حياتنا عشان خاطر لقمة العيش، فبنضطر ننزل ونختار المرض، ولكن ربنا بيحفظنا. انما الجوع هنقعد هنجوع هنموت. لا انا مش بخاف، لان انا لو منزلتش مش هلاقي، طب هنصرف منين؟ مفيش مصدر دخل تاني. The Egyptian Trade Union Federation and economists say that the number of irregular workers stands at 13 million people. They describe them as a ticking bomb. العمالة دي كلها مش متشافة، وهي المشكلة انك انت مش شايفاها وما تعرفيهاش. فلما بتحصل أزمة دي أخطر جهة، أخطر مجموعة. ما تيجي تقول لهم مثلا اقعدوا في البيت، يقعدوا في البيت ازاي؟ أولا ثلاث أرباعهم ما عندهمش بيوت. نبتدي كده الكلام. طيب اقعدوا في البيت، يقعدوا في البيت ياكلوا ويشربوا منين؟ اديتيهم فلوس، لو الانتاج وقف مش هيبقى فيه منتجات. انه الوضع العماله دي الحمد لله ان دايما لما بتحصل مشكله بيبقى، انا دايما اقول رب ضاره نافعه. ابتدينا ننتبه للناس دي ونشوف ان في فعلا عدد من البشر ما تقدريش تتجاهليه، لانك لو تجاهلتيه هيبقى زي القنبله اللي هتفرقع في وشك. الناس دول لازم ياكلوا ويشربوا ويتعالجوا ويقعدوا في بيوت فده موضوع كبير قوي، مش موضوع بسيط يعني انك انت تاخديه على انه حاجه تعدي كده. لا ايوه احنا عملنا قانون للتمويل متناهي الصغر والصغير، بس هو المهم انك تلاقي الناس دي وتعمل لهم بطاقات ويبقوا رسمي، عايشين رسمي مش عايشين بيتهربوا او بيسرقوا او. فده موضوع كبير قوي. فانا اعتقد موضوع كورونا هيحل مشاكل مهمه قوي. اكبر مشكله هي مشكله الناس دي، محدش هيقدر بعد كده يتجاهلهم. The problem of irregular workers has been existing now for decades, but experts are optimistic that the coronavirus outbreak will bring solutions to it. This is Minna Farouk from AUCTV.